اليوم أمام مشهد من مشاهد الكارثية للمدرسة العمومية، بحيث أن العنوان الصريح ديال هذا المشهد هذا دراسي في المغرب، ومن خلال المؤشرات الدولية ما بقينا محتاجين احنا المؤشرات الدولية. إذا كانوا أولاد البلاد أولاد المدرسة تلامد ما عندهمش حتى المراحل، اجي تشوفوا واحد الشكل اخر. هذه الفئه هذه هي اللي غتفضح هذا الواقع كل. هذه الفئه هذه تكونت على اساس انها دير واحد الاضافه نوعيه للمدرسه، وانها تصلح اعطاب المدرسه وتصلح الاسلوب التقليدي اللي بني على العنف وبني على العقاب، الا وهو الدعم الاجتماعي والنفسي والمصاحبه والمواكبه ورصد الاختلالات ديال المدرسه. تتفاجئ بواقع اخر، تتفاجئ بان هادشي اللي قراته راه غير الاستهلاك وراه غير باش يزين الوجه ديال المدرسه. اما الواقع ديالها فاش دخلت للمدرسه لقات واقع اخر، لقات مدرسه مهترئه عندها بنيه اداريه تتميز بالخصاص، وبمعنى هاد الناس جاو حاطينهم في الموقف عاطينهم العطش، بمعنى جيتي في مدرسه ما فيهاش حارس عام خذ حارس عام، ما كاينش ناظر خذ ناظر، تا وزهرك خذ مساعد تقني خذ حارس خذ تا مدير، الا ديك المهمه اللي تكونتي بها. وهذه قمه ديال الاحباط، هذا احباط في احباط، وهذا حرمان ديال التلاميذ، اقول حرمان ديال التلاميذ من حل حقهم في واحد الخدمه اساسيه. وانا تنقول للوزير من هذا المنبر هذا ومن هذا المنابر، اعلن على القطاع قطاع منكوب، اعلن حاله الطوارئ، راه ما عندك والو، وراه المؤشرات الدوليه تتفضح ترتيب ديال التعليم. وتنطالبوا من المسؤولين لا اقليميين ولا جهويين يكفوا على المقاربه الزجريه في حق هاد الناس هادو، ويمشيوا للمقاربه التربويه ويريحوا معاهم ويعطيهم الدعم اللوجستيكي والوسائل الكفيله باش ينفذوا المهام ديالهم. وشكرا. اليوم جينا كنحتجوا بسبب واحد المجموعه من الممارسات اللامهنيه اللي كيتعرضوا لها اطر الدعم الاجتماعي من داخل المؤسسات ديالهم، من قبل فرض مهام خارج على المهام اللي كيحددها لهم القرار الوزاري، مهام ذات طابع نفسي اجتماعي، وكتدخل الحراسه العامه وكتدخل المهام الاداريه. وبالتالي حنا اليوم كنرفضوا اي مهام خارج المهام ديالنا. حنا تكوننا من العلوم الانسانيه وتكوننا في المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين كاطر الدعم النفسي الاجتماعي، وبالتالي حنا اليوم كنطالبوا من المسؤولين انهم تدخلوا باش يديروا حد لهاد المضايقات اللي كيتعرضوا لها اطر الدعم الاجتماعي. راه لا يعقل واحد الاطار الدعم الاجتماعي داخل بطاقه بواحد الاراده انه يخدم، وكيلقى الاداره كتقول ليه لا داك الشيء اللي جاي ديرو انت خليه جانبا، انا خاصني غير نسد بك الخصاص ديال انه تفرغ ليا الغياب، شي مسائل تقنيه. حنا راه جينا الاكثر داك الشيء، حنا راه جينا نفكوا مشاكل اجتماعيه ومشاكل نفسيه، ونحاربوا الهدر المدرسي ونحاربوا ظاهره الغياب، وبالتالي واحد المجموعه من الظواهر غنعفيو منها حنا الاداره الى خلتنا نخدموا. وبالتالي كنعتقد بانه هذا التعسفات اللي كيمارس على اطار الدعم النفسي الاجتماعي من داخل المؤسسات، عيب انه يكون واحد الاطار مستحدث من داخل المؤسسه ويدخل المؤسسه ما توفر ليه مكتب، ما تعطيه ادوات الاشتغال وتنيجليجيه كاع وما تسوق ليش. وبالتالي حنا اليوم جينا باش نطلبوا من المسؤولين المديريه الاقليميه انها تصيفط واحد المراسله للمديرين كتحدد فيها، كتقول لهم غير احترموا المهام ديالنا، خلي السيد ولا السيده جاتك باش تخدم عندها واحد القرار كينظم المهام ديالها خليها تخدم. حنا راه ما عمرش حتى شي اطار كيناضل باش يمارس غير المهام ديالو، حنا بغينا غير نمارسوا المهام ديالنا، ما بغيناش شي حاجه اخرى، نمارسوا المهام ديالنا كما كيحددها لنا القرار الوزاري، والسلام عليكم. راه حنا ما عندناش شي مشكل اخر من غير هذا الشيء. حنا عندنا واحد الفراغ قانوني من صحه التعبير على مستوى الادماج وعلى مستوى كذا، ولكن على مستوى المهام راه باينه في القرار الوزاري اللي محدد المهام ديالنا. خرجوا قرارات، خرج القرار 0700072022 و 0224064، وبالتالي كاين قرار كيحدد المهام. علاش المدراء ملي كتدخل عنده كيقول لك انا ما عندي ما ندير بداك الشيء ديالك، خلي دوك الوراق جانبا بمنطق ديال التعاون، وحنا راه داخلين المؤسسات باش نتعاون مع الزملاء ديالنا الاداره التربويه وكاع الفريق البيداغوجي اللي كاين من داخل المؤسسه، ولكن هذا لا يعني انك تفرض عليا مهام خارج المهام ديالي وتعطيني مهام ديال الاداره ولا تكلفني بالحراسه العامه ولا تقول لي نسى داكشي كاع ديال الدعم النفسي واجي انا نسد بك التقابي ديال الخصائص، وهذا حشومه وعيب. حنا بغينا نمارسوا المهام ديالنا، راه كما كنقول لك قبيلات وكنعاودها، حنا جينا باش نطالبوا من المسؤولين انهم يوفروا لنا الجو الملائم باش نمارسوا المهام ديال الدعم النفسي الاجتماعي. واليوم راه كتشوف الوزاره راها كتستعان باطر الدعم النفسي الاجتماعي باش يمشيو للحاوز باش يمشيو يدعموا الناس اللي عندهم صدمات نفسيه تما على جراء الهزه الارضيه اللي وقعت تمايا. وبالمناسبه كنترحموا على كاع الشهداء اللي ماتوا تمايا وتعزنا القلبيه. وبالتالي كما كنقول حنا اطار الدعم الاجتماعي اليوم جا كيحتج باش يطالب المديريه انها
طالب من المدراء المؤسسات انهم يخليونا نديروا خدمتنا. هو صراحه هذه الوقفه ليست بطرف، اولا حنا ما لقيناش اننا كما كنقولوا ما يدار اننا نجيو باش نوقفوا امام المديريه الاقليميه، ولكن قبل هذه الوقفه كان واحد المحاوله من اجل عقد لقاء مع السيد المدير الاقليمي، وكانت لقاءات من اجل حل المشاكل اللي تعرضنا لها حنا كاطر الدعم الاجتماعي منذ اول يوم تعيننا فيه في المؤسسات ديالنا، وقدمنا ملف مطلبي والمطالب ديالنا، ولكن المديريه الإقليمية تتعامل بسياسة الأذان الصماء وكتزيد في الاستفسارات ديالها وكتزيد في التكليفات ديالها وكتزيد في المضايقات ديالها، فهذاك الشيء اللي ما كانش عندنا حل آخر من غير أننا نوقفوا ونحاولوا نوصلوا الصوت ديالنا أننا حنا هنا كأطر الدعم الاجتماعي من أجل دعم التلميذ نفسيا واجتماعيا، ولسنا بأطر لصد الخصائص الإداري. مشكل تدبير الموارد البشرية ليس بمشكل أطر الدعم الاجتماعي، نحن هنا من أجل تطبيق المهام والقيام بالمهام اللي عندنا في القرار الوزاري.